برحب بكل طلابنا وطالباتنا، طلاب الصف الثالث الثانوي الصناعي شعبة الميكانيكا أو الشعبة الميكانيكية، في حلقة جديدة ودرس جديد من دروس مادة تكنولوجيا التحكم الهيدروليكي. بسعد دائما بوجودي مع أستاذتنا الكريمة الأستاذة سماح علي محمود، المعلم الخبير في هذه المادة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. برحب بحضرتك معنا. اهلا بحضرتك واهلا باولادي ابناء الشعبه الميكانيكيه تخصص ميكانيكا صيانه واصلاح. اهلا بكم ابنائي الاعزاء وحلقه جديده ومادتنا الجميله تكنولوجيا التحكم الهيدروليكي. عندنا النهارده محتوى رائع، ويعني كمان معانا عروض هنعرض من خلالها لزياده الفهم والتركيز في انواع الاسطوانات الهيدروليكيه اللي هتعرضها لنا استاذتنا الكريمه الاستاذه سماح. النهارده ان شاء الله باذن الله احنا هنتكلم عن الاسطوانات الهيدروليكيه وازاي كمان نقدر ان احنا نعمل لها عمليه صيانه. الاسطوانه الهيدروليكيه دي اصلا هي عباره عن ايه؟ هو عباره عن جهاز اسمه سلندر، يعني في السوق احنا بنسميه السلندرات او البساتم. يعني بيكون في حد بيعمل عمره الموتور او لمكنه وبيبقى فيها بساتم، البساتم دي تبقى هيدروليكيه. البستم ده احنا بنسميه سلندر او بنسميه بالعربي اسطوانه. فالاسطوانه ديت هي عباره عن اسطوانه بستخدمها لتحريك الاحمال الكبيره جدا باستخدام ضغط الزيت. يعني انا بستخدم يا اولاد الاسطوانه ديت في تحريك الاحمال الكبيره جدا عندي باستخدام ضغط الزيت. طيب انا عندي الاسطوانه ديت يعني بتتركب من ايه او بستخدمها في ايه؟ انا بستخدمها في تحريك الاحمال الكبيره حركه مخطيه مستقيمه تردديه. طبعا هي ليها انواع، فالاسطوانه الهيدروليكيه دي انواعها عندنا اسطوانه مفرده الفعل واسطوانه مزدوجه الفعل. نوعين من الاسطوانات او السلندرات او البساتم. تمام، جميل. هنبدأ بالاسطوانة المفردة وشكلها. تمام، تكوينها وتأثيرها. تمام، احنا اول حاجة بالنسبة لشكل الاسطوانة مفردة الفعل زي ما قدامنا كده على الشاشة شباب، الاسطوانة دي هي بتبقى عبارة عن جسم الاسطوانة الخارجي وعندنا بالداخل في ذراع مكبس وفي عندنا مكبس المفروض وذراع مكبس. بس احنا عندنا انواع من الاسطوانة دي. النوع اللي متقدم قدامنا هو اسمه سلندر مفرد التأثير دافع. يعني ايه دافع؟ يعني هيتحرك بتأثير قوة ضغط الزيت الهيدروليكي ولكن هيرجع بقوة الحمل المؤثر من الخارج. يعني انا هضغط زيت هيدروليكي في البستم ده هيبدأ يحرك ذراع البستم للأمام. امتى البستم يرجع؟ هيرجع بقوة الحمل اللي هو بيزقه. يعني انا لو انا شايل عربية وعايز ارفعها ببدأ اضغط زيت لحد ما العربية دي تترفع لحد ايه؟ معين. علشان انزل العربية دي ببدأ افتح الصمام بتاع تهوية الزيت ده، فبيبدأ الزيت يرجع معايا واحدة يعني خطوة بالتدريج. خطوة كده بالتدريج. علشان يرجع معايا بالتدريج بلاقي الحمل ده ايه؟ بينزل. يبقى انا كده برجع السلندر بتاعي بتأثير مين؟ بتأثير الحمل اللي هو شايله. برفعه بضغط الزيت الهيدروليكي وبرجعه بتأثير الحمل اللي هو ايه؟ اللي هو شايله. عشان كده قال لنا ان النوع ده اسمه السلندر مفرد التأثير الدافع، يتقدم بضغط الزيت الهيدروليكي ويرجع بتأثير الحمل. هل عندي أنواع أخرى من السلندرات مفردة التأثير؟ عندي نوع آخر هنشوفه مع بعضينا كده على الشاشة أهو. اسطوانة أحادية الفعل بياي رجوع. أنا المرة دي لما هاجي أرجع مش هرجع بتأثير الحمل، أنا هرجع بتأثير الياي بتاعي. يبقى أنا في هذا النوع من السلندرات هتقدم بضغط الزيت الهيدروليكي ولكن في حالة الرجوع
هرجع تحت تأثير قوة الياي بتاعي. يبقى أنا كده عندي نوعين من السلندرات، السلندر مفرد التأثير الدافع ويتقدم بضغط الزيت الهيدروليكي ويرجع بتأثير الحمل المؤثر، السلندر مفرد التأثير بياي رجوع يتقدم بضغط الزيت الهيدروليكي ولكن بيرجع بتأثير أو قوة الياي أو الزنبرك. تمام حبايبي، ده كده النوعين للسلندر مفرد التأثير. أستاذة سماح، من ضمن درسنا النهاردة أنهم يتعرفوا على التطبيقات الخاصة بكل نوع من السلندرات اللي احنا ذكرناها، ولا هيكون في درس تالي إن شاء الله؟ ان شاء الله هم بياخدوا بعد كده تطبيق هذه الدوائر، يعني العنصر ده ازاي ادخله في تصميم دايره، وازاي يعرف ان هو يقدر يصمم دايره تشغل السلندر ده. يعني انا بعمل دايره اسمها دايره هيدروليكيه او الكترو هيدروليكيه وبتشغل لي السلندر ده، فهو بياخد ازاي يجمع الدايره ديت وازاي ان هو يقدر يشغلها. ده احنا اخدنا في بعض الحلقات السابقة بعض منها، وان شاء الله بإذن الله في الحلقات التالية هنكمل ازاي ان هو يقدر يوصل لتصميم دوائر كاملة في هذا النوع من جميل. الانواع. احنا دائما ما نركز على التطبيقات العملية لانها بتقرب الفكرة لاولادنا، بتخليهم يعيشوا واقع حياتهم صح. ومتطلبات حياتهم، وازاي يستفيدوا من الدروس النظرية اللي هم بياخدوها. بالظبط، هو بالنسبة للبساتم هو بياخدها بشكل نظري، ولكن في الشغل بتاعنا النهاردة هو احنا ازاي هنعرفه ازاي ان هو يفهم يعني ايه سلندر وايه هي انواعه، وكمان هيبقى في شك عملي كده ازاي يقدر يعمله عملية صيانة. يعني ان شاء الله في حلقتنا الموضوع بتاعنا حول السلندر نظري وعملي. جميل. ازاي اقدر اديله تركيب السلندر بتاعه، والسلندر ده انا بستفيد منه او بستخدمه في ايه، وايه هو تركيبه، ده الشق النظري. ازاي اقدر اعمل عمره للسلندر بتاعي ده، او ازاي ان انا اقدر افكه واعمله عمليه صيانه، ده الشق العملي. ومعانا فيديو ان شاء الله اولادنا هيتعرفوا عليه في حلقتنا، وبحيث ان هو يقدر يعمل عمليه صيانه او عمره لسلندر او بيستم عنده في الورشه. كده انتهينا من النوعين الخاصين بالاسطوانه مفرده التاثير. تمام، هنبدا في الاسطوانه او الاسطوانه مزدوجه التاثير. احنا بالنسبه لانواع باقي انواع الاسطوانات عندنا الاسطوانه مزدوجه التاثير زي ما الشاشه كده بتعرض لنا. الاسطوانه مزدوجه التاثير يمكن للاسطوانات مزدوجه التاثير ان تنشا قوه في كلا اتجاهي الحركه. يعني ايه الكلام ده يا شباب؟ يعني انا عندي الاسطوانه مفرده التاثير كان بتديني قوه في اتجاه ايه؟ في اتجاه واحد. ليه؟ لانها كان ليها ذراع ايه؟ واحد. انما الاسطوانه مزدوجه التاثير بيبقى ليها في عندي انواع منها كتيره جدا. في نوع بيبقى ذو ذراع من جانب واحد، في نوع بيكون ذو ذراع من جانبين، وفي السوق بيقول عليه الرود ميتال. يعني ايه؟ يعني القضيب اللي هو عندي اللي هو بيزق الحمل ده بيسموه رود. تمام، فانت تبقى عارف ان انا عندي في اسطوانه دبل اكت بدبل رود، وعندي اسطوانه دبل اكت بسنجل رود. الكلام ده يعني ايه؟ يعني انا عندي اسطوانه ثنائيه التاثير ذو ذراع من جانب واحد، ثنائيه التاثير بقول عليها دبل اكت، ذو ذراع من جانب واحد بقول ب وزاويه ايه؟ رود، وان رود، او ايه ان هي بتبقى بايه؟ بسنجل رود، بسنجل رود. عندي اسطوانه ثانيه بتبقى دبل اكت، يعني اسطوانه ثنائيه التاثير ولكن بدبل ايه؟ بدبل رود. الكلام ده هنتعرف عليه دلوقتي حالا مع الشاشه بتاعتنا. احنا عندنا اول نوع اهو اسطوانه ثنائيه التاثير ديت، بقى نوعها ايه؟ نوعها دبل اكت سنجل رود. يعني ايه دبل اكت؟ يعني هي ليها فتحه، ليه فتحتين بأثر من خلالهم
بالزيت على الاسطوانة. بمعنى ايه شباب؟ يعني انا عندي فتحة لدخول الزيت بتاعي المضغوط، والزيت بتاعي لما بيدخل الاسطوانة بيبدأ الضغط بتاعه يزداد حتى يصل الى قيمة قوة، القوة بتاعتي دي تتغلب على مقاومة المكبس بتاع الاسطوانة. اول ما قوة الزيت تتغلب على مقاومة مكبس الاسطوانة، هلاقي المكبس ده بيبدأ يقدم ذراع المكبس للأمام. طيب علشان المكبس ده يقدم الذراع ده للأمام، لابد من إزالة الزيت المقاوم للحركة اللي أمام المكبس هنا، فلازم أعمل له فتحة تانية لخروج الزيت الغير مضغوط من المكبس. لازم أعمل فتحة تانية لخروج الزيت الغير مضغوط منين؟ من المكبس بتاعي. علشان كده هم قالوا إن السلندر ده ذو مزدوج التأثير. يعني إيه مزدوج التأثير؟ يعني له فتحتان للتأثير عليه بضغط الإيه؟ بضغط الزيت. فتحة لدخول الزيت المضغوط وفتحة لخروج الزيت الغير مضغوط من أمام المكبس. هنا يا ولاد لو أنا عايز أشرح مشوار التقدم في السلندر، هنا إزاي هتقدم الذراع بتاعي ده؟ هيتقدم عن طريق ضغط الزيت الهيدروليكي خلف المكبس، وفي الحالة ديت ضغط الزيت بيزداد حتى يصل الى قيمة قوة تتغلب على مقاومة الحمل او المكبس اللي قدامي. في الحالة ديت بيبدأ يدفع المكبس للامام. المكبس لا يندفع ولا يتحرك الا عند سحب الزيت الغير مضغوط من امام المكبس من خلال الفتحة به على الخزان. في الحالة ديت ابدأ ادي مشوار التقدم. طب لو انا عايز اعمل مشوار الرجوع، هنعمل العكس يا شباب. هبدأ اضغط زيت مضغوط من خط البريشر بتاع الدايرة بتاعتي على فتحة دخول الزيت. الزيت بتاعي هنا هيبدأ ضغطه يزيد لحد ما يصل لقيمة قوة تتغلب على مقاومة المكبس بتاعي وتبدأ ترجع لي المكبس للخلف. هلاقي ان في عندي زيت اخر خلف المكبس، لابد ان انا اسحب هذا الزيت عن طريق الخزان حتى تقل المقاومة خلف المكبس، وبالتالي يرجع المكبس بشكل سلس او سهل. لان طول ما انا حاطط زيت خلف المكبس وما سحبتهوش، في الحالة ديت المكبس هيبقى فيه مقاومة خلفه مش هتخليه يرجع بسهولة. لذلك لازم اسحب الزيت الغير مضغوط من خلف المكبس واضغط زيت مضغوط من امام المكبس حتى يعطي مشوار الرجوع للسلندر. السلندر مزدوج التأثير له مشواران، مشوار اسمه مشوار تقدم السلندر ومشوار رجوع السلندر. مشوار التقدم بيتم عن طريق ضغط زيت من خلال الفتحة ألف، والزيت بتاعي ده بيبدأ ضغطه يزيد لحد ما يصل إلى قيمة قوة تتغلب على مقاومة الحمل، تبدأ تدفع الحمل للأمام. الحمل عشان يدفع للأمام بسهولة لابد من سحب الزيت الغير مضغوط من أمام المكبس حتى يعطي مشوار التقدم. في حالة مشوار الرجوع هبدأ أضغط زيت من الفتحة بي أو الفتحة ب. في الحالة ديت الزيت ده جاي لي من خط البريشر، يعني زيت واخد قوة، زيت واخد قوة ضغط معينة. الزيت ده هيبدأ قوته تزيد جوه البستم لحد ما يصل أيضا إلى قيمة قوة تتغلب على مقاومة المكبس بتاعي، فيبدأ يرجع لي المكبس للخلف. المكبس مش هيرجع بسهولة إلا لو خلقلت المقاومة اللي خلف المكبس عن طريق سحب الزيت الغير مضغوط من خلف المكبس عبر الفتحة إيه أو الفتحة ألف إلى التانك بتاعي أو الخزان. ده فكرة عمل السلندر مزدوج التأثير اللي هو سنجل رود، اللي هو ذو ذراع من جانب واحد. وفي سؤال دايما بنتسأله،
هو يمس وهو السلندر متقدم في مشوار التقدم بتاعه. المساحة خلف المكبس أكبر من المساحة أمام المكبس. إذن في مشوار التقدم لما باجي أضغط زيت بضغطها في مساحة كبيرة عن مشوار الرجوع، هل ده هيفرق في القوة اللي هيعطيها المكبس بتاعي؟ هتفرق. دايما هنلاقي القوة للمكبس في مشوار التقدم أكبر من القوة للمكبس في مشوار الرجوع. لماذا؟ لأن مساحة مقطع الزيت المندفع في مشوار التقدم أكبر من مساحة مقطع الزيت اللي هو بيندفع للمكبس في مشوار الرجوع. وبما أن المساحة يا أولاد بتزيد، يبقى في الحالة ديت الضغط عندي ماله بيزيد. في الحالة ديت القوة أو المكبس ده بيديني قوة قوة أكبر. يبقى القوة عندي في مشوار التقدم بتبقى أكبر منها في مشوار الرجوع في حالة السلندر مزدوج التأثير ذو ذراع من جانب واحد، وده اللي احنا بنسميه في السوق سلندر دبل اكت سنجل رود، علشان انت تنزل السوق واشوف كتالوجات فتقدر تقرا المصطلح اللي موجود عندك في الكتالوج وتبقى فاهم السلندر ده اسمه ايه بالظبط. تمام، دبل اكت سنجل رود. تمام يا حبايبي. طيب احنا كده هنبدا النوع الاول من السلندرات الهيدروليكيه المزدوجه. تمام جميل. تمام احنا نبدا دلوقتي في النوع الثاني من السلندرات مزدوجه التاثير، وده عباره عن سلندر ذو ذراع من كل جانب. يعني في ذراع لكل جانب عندي. السلندر ده عباره عن ايه؟ عباره عن اسطوانه ومكبس وذراع مكبس وذراع مكبس من الجانب الاخر. طيب بدايه كده ايه الاختلاف ما بينه وما بين السلندر مزدوج التاثير ذو ذراع من جانب واحد؟ هنا احنا عندنا قوتان متساويتان ولكن متضادتان في الاتجاه. بمعنى لو انا حبيت اخد مشوار من ذراع السلندر ده مشوار تقدم، هاخد مشوار رجوع من السلندر الاخر. لو حبيت اخد مشوار تقدم من الذراع ده، يبقى هاخد مشوار رجوع من السلندر التاني، من الذراع التاني. طيب انا عايز اسال برضك اختلافه ما بين السلندر مزدوج التاثير ذو ذراع من جانب واحد في القوه المعطاه. احنا قلنا في السلندر مزدوج التاثير ذو ذراع من جانب واحد قوه التقدم اكبر من قوه الرجوع، وقلنا السبب لان مساحه مقطع الزيت في التقدم اكبر منها من مساحه مقطع ضغط الزيت في مشوار الرجوع. انا عندي هنا المساحتين متساويتين، فبالتالي القوه في مشوار التقدم تعادل بالظبط القوه في مشوار الرجوع. وده الفرق او الاختلاف بين النوعين. ده بيديني قوتين، التاني بيديني قوه واحده. ده بيديني قوتين في اتجاهين مختلفين، التاني بيديني قوة واحدة في اتجاه واحد. طيب السلندر مزدوج التأثير ذو ذراع من جانب واحد قوة قوة الضغط في مشوار التقدم أكبر منها في مشوار الرجوع، لا ده بيديني قوتين متساويتين ولكن في اتجاهين متضادين. تمام يا حبايبي. فكرة عمله ايه؟ فكرة عمله زي السلندر مزدوج التأثير ذو ذراع من جانب واحد بالظبط. انا لو حبيت اشغل الجانب الايمن هبدا اضغط زيت من الفتحه الزيت بتاعي هيبدا يزداد قوته لحد ما تصل قيمه قوه تتغلب على مقاومه الحمل اللي عندي، ويبدا يدفع الذراع ده للامام. في نفس الوقت
لما الذراع ده بياخد مشوار التقدم بيكون الذراع الاخر واخد مشوار الايه الرجوع. انا عايز اعرف هو الحركة دي مس من جوه، وضغط الزيت اللي جوه ده هل انا سايبه كده من غير ما اضع اورنج او سيحات او موانع تسريب للزيت؟ لا طبعا، انا ما ينفعش اعمل منظومة فيها ضغط زيت من غير ما احط سيهات واحط اورنج واحط جلب علشان تمنع تسريب الزيت اللي عندي. كمان يا حبايبي انا قلت ان في عندي مكبس واسطوانة، المكبس ده عبارة عن جزء معدني، لو سبته ملامس للاسطوانة لجسم الاسطوانة من جوه هيحصل لي فريكشن، وبالتالي التآكل ده هيقلل لي العمر الافتراضي للبستم بتاعي، فبالتالي لازم على المكبس ده يكون متبطن كله بمجموعة ايه؟ بمجموعة جلب، علشان تبقى هي الحماية او هي الفاصل ما بين المكبس والاسطوانة، وتحميل الاسطوانة ديت لأكبر عمر افتراضي ممكن أشغل البستم فيه. تمام يا حبايبي؟ ده كده النوع الثاني من انواع الاسطوانات مزدوجه التأثير، اسمه ايه؟ سلندر مزدوج التأثير ذو ذراع من كل جانب، دبل اكت دبل رود. دبل اكت يعني ليه فتحتين لدخول الايه الزيت، دبل رود يعني ليه قاضيبين، هو شغال بايه؟ بقاضبين، ذراع بيديني مشوار التقدم والاخر بيديني مشوار الايه مشوار الرجوع، والاتنين بيدوا القوتين في نفس اللحظه. استعرضنا نوعين للاسطوانات المفردة التأثير، اسطوانات الهيدروليكية المفردة التأثير، وقدمنا نوعين ايضا من الاسطوانات الهيدروليكية مزدوجة التأثير. مفترض ان احنا نبقى على معرفة بطريقة تركيب هذه الاسطوانات. هو في بس نوع نحب في نوع اخر في نوع اخر من انواع الاسطوانات مزدوجة التأثير. جميل. نحب نعرف ولادنا عليه بحيث ان هم يبقى عندهم يعني المعلومة كاملة. اتفضل يا استاذ سماح. احنا عندنا نوع اخر من الاسطوانات مزدوجة التأثير اسمه الاسطوانة التلسكوبية. الاسطوانة التلسكوبية يعني ايه اسطوانة تلسكوبية؟ كلنا شباب شفنا حاجة اسمها قلاب الرمل، العربية اللي هي فيها قلاب الرمل دي، اما بتيجي تقلب الرمل بلاقي كده في ذراع او اسطوانة بتبدأ ان هي تخرج زي الاريال كده، اسطوانة تلو الاخرى تلو الاخرى لحد ما القلاب ايه يتقلب. بس لما بيجي ينزل الصندوق ده بلاقي الاسطوانة دي بتاخد حيز ايه صغير جدا جدا في العربية، ما بتاخدش الحيز الكبير اللي هي بتتفرد وتقلب بيه القلاب ده. فقال لك احنا محتاجين الاسطوانة دي كتير جدا في سوق العمل، في الاوناش. انا مش همشي بالونش في الشارع مع اسطوانة مترين ماشي بيه في الشارع، لا انا عايزة الاسطوانة تبقى موجودة في علبة، واول ما ادي ضغط الزيت الاسطوانة دي تبدأ ايه تديني مشوار التشغيل بتاعها وتبدأ تديني الشغل اللي انا عايزه. فدي اسطوانة اسمها اسطوانة تلسكوبية، بتبقى مجموعة من الأذرع التوصيل أو أذرع ذراع السلندر، فيها بيبقى عبارة عن مجموعة مراحل. ذراع السلندر بيبقى واخد مجموعة مراحل، مرحلة أولى لو أنا عايز أطول أكتر بشغل المرحلة الثانية، لو عايز أطول أكتر بشغل المرحلة الإيه الثالثة، ومع ذلك هو بيبقى واخد حيز صغير جدا في مكان التركيب بتاعه. فالهدف من السلندرات التلسكوبية ان هي بتديني شوط تشغيل كبير وبتاخد حيز تركيب صغير. تمام؟ طيب احنا عايزين نعرف هل الاسطوانات التلسكوبية دي في منها مفرد التأثير ومزدوج التأثير؟ ايوه فعلا، في منها مفرد التأثير وفي منها مزدوج التأثير. احنا بس الهدف ان ده نوع مختلف عن الاسطوانات الاخرى، فعلشان كده احنا شرحناهم مع بعض. الاسطوانات التلسكوبية في منها نوعين، مفردة التأثير ومزدوج التأثير. مفردة التأثير بتبقى ذو فتحة تأثير واحدة بس
اللي هي بتبدأ تتقدم بضغط الزيت الهيدروليكي، ولكن لما بتيجي ترجع بترجع بتأثير الحمل زي الاسطوانة الدافعة بالظبط. الاسطوانة مزدوجة التأثير بتتقدم بضغط الزيت وبترجع بضغط الزيت أيضا. تمام حبايبي، ده كده بالنسبة لأنواع الاسطوانات كلها اللي احنا اشتغلنا فيها. هي عبارة كده لو احنا جينا قلنا ملخص لولادنا جميل كده عن أنواع الاسطوانات، هنقول ان احنا النهارده اشتغلنا في نوعين من الاسطوانات، اما اسطوانات سنجل اكت او دبل اكت. السنجل اكت بنسميها اسطوانات مفردة التأثير، والدبل اكت بنسميها اسطوانات مزدوجة التأثير. السنجل اكت ديت بتبقى فيه منها انواع، في منها الاسطوانة الدفع، وفي منها اسطوانة بياي رجوع. وقلنا ان الاسطوانة اللي هي الدفعة دي بتتقدم بضغط الزيت الهيدروليكي، ولكن في رجوعها بترجع بتأثير الحمل المؤثر عليها. الاسطوانة بياي مفردة التأثير بياي رجوع دي بتتقدم بضغط الزيت الهيدروليكي، ولكن بترجع بتأثير ضغط الياي للخلف. تأثير ضغط الياي للخلف هو اللي بيرجع الايه الاسطوانة. جينا كمان قلنا ان احنا عندنا اسطوانات دبل اكت اللي هي مزدوجة التأثير. قلنا ان في منها اسطوانة ذو ذراع من جانب واحد فقط، والاسطوانة دي بتديني حركة خطية مستقيمة ترددية، بحرك بيها الاحمال في خط مستقيم ولكن حركة ترددية للخارج وللداخل. عشان اقوم بمشوار التقدم بدفع الزيت بتاعي من خلف المكبس بقوة ضغط معينة. قوة الضغط دي بتأثر على المكبس بتاعي، بتبدأ تحركه للأمام علشان يبدأ يديني مشوار التقدم. لازم أسحب الزيت الغير مضغوط من أمام المكبس على الخزان علشان أقدر أحصل على مشوار التقدم. وعرفنا كمان إن هذه الأسطوانة بتديني قوة مشوار التقدم فيها بتكون أكبر من قوة مشوار الرجوع، وده بيرجع لمساحة مقطع الزيت اللي بأثر بيه على الأسطوانة في مشوار التقدم. قلنا كمان عندي نوع آخر من الدبل أكت اللي هي الأسطوانة ذو ذراع من كل جانب، ودي بتديني قوتين متساويتان ولكن في اتجاهين مختلفين أو متضادان. في حالة تقدم ذراع السلندر في أحد الأجناب هيكون ده حالة رجوع ذراع السلندر في الجانب الآخر، وعلشان كده بتبقى القوتين متساويتين لأن مساحة ضغط الزيت للرود في أحد الأجناب مساوية لمساحة ضغط الزيت في الجانب الآخر. تمام يا شباب؟ جينا كمان اتكلمنا على السلندرات التلسكوبية، وعرفنا ان احنا عندنا نوعين، سلندر تلسكوبي مفرد التأثير وسلندر التلسكوبي مزدوج التأثير. وايه الفرق ما بينه وما بين السلندرات السنجل او الدبل اللي احنا شرحناهم؟ ان ده بيديني مشوط تشغيل كبير وبياخذ مساحة للتركيب صغيرة في منظومة التحكم الهيدروليكي. أستاذتنا الكريمة الأستاذة سماح علي محمود، المعلم الخبير في مجال التعليم الفني الصناعي وخاصة الشعبة الميكانيكية، عرض رائع وشيق لأنواع الاسطوانات الهيدروليكية. وده هيدخلنا على الجزء الثاني من حلقتنا النهاردة أو من درسنا الجميل الشيق لتركيب الاسطوانات وكيفية صيانتها. تمام، احنا دلوقتي مع بعض هنبدأ نشوف ايه هي الاسطوانات دي بتتركب من ايه وانواعها، يعني في التركيب في السوق ليها كذا نوع كده. يعني احنا عندنا اولاد ايه الاسطوانات دي بتبقى في السوق، في الوش بتاعها في نوع بيبقى الكبس بتاعه بقلاوز، في نوع اخر بيبقى بالحام، في نوع اخر بيبقى بمجموعة كبس جلب. فدي بتبقى يعني في عملية الفك والتركيب والصيانة لازم نبقى فاهمين ان انا عندي وش البستم او وش السلندر نفسه لازم اعرف نوعيته ايه، بحيث ان هو يقدر يديني اقدر اجيب العدد او الادوات اللي تساعدني في عملية فكه او تركيبه. احنا بداية هنعرف انواع السلندرات. زي ما الشاشة كده بتاعتنا بتعرض لنا، قال لي تنقسم الاسطوانة
النمطية إلى نوعين، ذات أعمدة ربط وذات تجميع بسن مولولب على الجانبين، أو ذات تجميع عن طريق اللحام على الجانبين. يبقى أنا كده عندي 3 أنواع هو قال لي عليهم في أنواع السلندرات. عندي سلندرات ذات عمود ربط. يعني ايه عمود ربط؟ يعني العمود ده ربطه مع وش السلندر عن طريق مجموعة جلد. وعندي نوع من السلندرات بعشق الوش بتاعه مع الرود اللي هو ذراع السلندر عن طريق سن ألاووز، تمام؟ اللي هو النوع التاني اللي هو بيقول لي ذات تجميع بسن مولولب من الجنبين. وعندي نوع تالت الوش بتاعه ببقى لحمه في الاسطوانة، الوش بتاعه ببقى لحمه في الايه؟ في الاسطوانة. يبقى انا عندي نوع بستخدم له اللحام في تجميعه، عندي نوع بستخدم له الألاووز في تجميعه، عندي نوع بستخدم له مجموعة جلب شحط بشحطها وبركبه بمجموعة الايه؟ الجلب دي، تمام؟ نبدأ بقى نتعرف كده على الاسطوانة ذات أعمدة الربط. أول نوع من أنواع الاسطوانات بتاعتنا أهي، أنا عندي عمود ربط زي ده كده، وده وش الايه؟ وش السلندر، وش الاسطوانة. أنا عندي هنا الوش دوت موجود في مجموعة من المسامير أنا مثبت بيها الايه؟ الوش مع جسم الاسطوانة، فعشان كده بيقول لي ده ذات أعمدة الايه؟ أعمدة الربط. طيب السلندر ده لما اجي افصصه كده من جوه اشوف تركيبه عبارة عن ايه؟ واحدة واحدة بقى يا ولاد، لان هو ده اللي هيخلينا نعرف نعمل عملية صيانة. لو عرفت التركيب بتاع السلندر صح اعرف ده بيتكون من ايه، واقدر ان انا افكه واركبه واعرف ايه الجزء اللي هو فيه مشكلة واقدر استبدلها. يبقى مع بعضينا نعرف تركيب السلندر ذات أعمدة الربط. قال لي رقم واحد ده رأس الايه؟ رأس ده كده رأس الاسطوانة. ده كده يا جماعة، ده كده الوش بتاع الاسطوانة، هم هنا بيسموه في المناهج بتاعتنا رأس الاسطوانة. في السوق هتلاقيه بيسميه وش السلندر، بيسموه وش الايه؟ السلندر، تمام؟ طيب ده كده رقم واحد. اتنين، غطاء وجسم الاسطوانة. رقم اتنين عندي اللي هو غطاء اهو، ده غطاء وده جسم الايه؟ السلندر بتاعي. يبقى واحد وش السلندر، اتنين جسم الايه؟ السلندر. تلاتة قال لي أعمدة الربط والكباس. تلاتة دي ده عمود الربط والايه؟ والكباسات. طب أربعة قال لي جلب الدليل. أربعة عندي اللي هي جلب الإيه؟ الدليل. أربعة أربعة دي مجموعة الجلب. مجموعة الجلب دي إيه فايدتها بقى يا ولاد؟ مجموعة الجلب دي بتمنع تسريب الزيت اللي جوه البستم لبره الغطا، لبره الغطا بتاع الإيه؟ بتاع البستم بتاعي. دي مجموعة الجلب دي اللي إحنا بنقول عليها السيهات أو الأورنج، السيهات أو الإيه؟ أو الأورنج، دي اسمها هنا جلب الدليل. عندي بعد كده رقم خمسة اللي هو ذراع المكبس. الجزء ده بنسميه ذراع الايه؟ المكبس او الكباس. رقم ستة وسيلة التثبيت. رقم سبعة اللي هو الغطا بتاعنا، الغطا بتاع المكبس نفسه او السلندر نفسه. وعندنا رقم تمانية اللي هو المكبس، ورقم تسعة ذراع المكبس، ورقم عشرة موانع الايه؟ موانع التسريب. ده كده بالنسبة لنا تركيب مين؟ السلندر نفسه. ده تركيب السلندر نفسه. احنا لو لاحظنا في تركيب السلندر هنلاقي ان هو بيتركب من ايه كده بسهولة قوي. عمود السلندر، عمود الذراع المكبس، ماشي، والمكبس نفسه مجموعة من السيهات والأورنج والجلب، وغطا بتاع السلندر، الغطا بتاع وش الايه؟ السلندر. وعندنا اللي هي جسم الايه؟ جسم السلندر، تمام؟ ده كده بالنسبة لتركيب مين؟ السلندر. عندنا نوع آخر من الاسطوانات ذات التجميع بسن الألاووز. في الحالة دي يا أولاد الوش عندي بتاع الاسطوانة هنا
بيتجمع بسن ألاووز، يعني الوش ده بيبقى فيه ألاووز بجمعه عن طريق سن الايه الألاووز. وعندي احيانا ما بيكونش الوش ده بيتجمع بسن ألاووز، بيتجمع باللحام. بس هو الطريقة الثالثة هو مش عارضها لك في المنهج، بس انت لازم تبقى عارف ان الوش ده احيانا بيتجمع عن طريق اللحام. تمام. في الحالة دي يا شباب احنا لازم نبدأ نعرف ازاي اقدر اجمع سلندر، ازاي اقدر اجمع سلندر واقدر افك سلندر. علشان افك سلندر اول حاجه بفك وش السلندر بتاعي، وده بيخليني لازم اختار العدد والادوات المناسبه لعمليه الفك، سواء كان الوش ده بسن الاووز يبقى ليه عدد محدده، الوش ده ملحوم يبقى فكه بطريقه اخرى، الوش ده باعمده ربط يبقى ليه عدد ايه اخرى. انت لازم تشوف الوش بتاع السلندر ده طريقه تثبيته ايه، بناء عليها بتختار العده اللي انت هتفك بيها الوش بتاع السلندر. اول حاجه بتعملها بتفك وش السلندر، وبعد كده بتبدا تسحب المكبس وذراع المكبس من جوه الاسطوانه، وبعد كده بتعمل لهم عمليه تنظيف كامله، وبعد كده بتبدا تكشف على اماكن التاكل اللي موجوده في اجزاء السلندر من الداخل. ممكن حضرتك التاكل ده يبقى في العمود نفسه، ممكن يكون في مجموعه الجلب اللي موجوده جوه البستم، ممكن يكون في فتحات دخول الزيت للبستم نفسه. كل ده بيعطل كفاءه البستم بالظبط، وبيعمل نوع من الاحتكاك ما بين البستم وجسم الاسطوانه الخارجي، وبيقلل من كفاءه الاسطوانه على المدى الطويل. صح. فهنا الصيانه ليها دور كبير جدا في تجنب مثل هذه المشكلات. وبالذات لما احنا بنبدا نعلم ولادنا ازاي ان هو يشتغل في الحاجه ديت ويعرف صيانتها، هو اسمه تخصص ميكانيكا صيانه واصلاح، فهو بيدرس الموضوع ده عشان يعرف يعمل له عمليه الصيانه والاصلاح بتاعته. والله يا استاذتنا الكريمه الاستاذه سماح علي محمود، انا شايفه ان المعلومات كلها قيمه حتى للعامه اللي بيتابعونا، اولياء امورنا الكرام، واي حد بيشاهد حلقتنا، هي فيها معلومات قيمه. انا بعتبرها جنرال نوليدج، معلومات عامه بتساعدنا على صيانه. ما فيش حد ما عندوش عربيه، ما فيش حد ما عندوش اسطوانه باي شكل من الاشكال، في اكتر من تطبيق وشكل. المعلومات دي بتيسر علينا تعظيم الاستفادة من كل التطبيقات التكنولوجية اللي موجودة عندنا، وفي نفس الوقت معرفة كيفية صيانتها. تمام. بالذات كمان لما الطالب بتاعنا بيكون نازل السوق وعمل عمليات صيانة وعمل عملية عمرة الله للمكان، عليهم الحاجة اللي بقى هو موجود لما فيها، ينوروا الشارع المصري مرة تانية ونستفيد بيبقى بخبراتهم. بصراحة بيشرفونا في سوق العمل، يا رب. وبنحس ان هم يعني فعلا أثروا من حياتهم كتير جدا، ونزلوا ثابتين وجودهم جامد جدا في سوق العمل. يا رب دايما. مع بعضينا أولادنا الأعزاء، نشوف مع بعض كده طريقة الفك والتجميع للسلندرات مزدوجة التأثير، ازاي اقدر اعمل عملية فك وتجميع للسلندر، وبعديها هنشوف مع بعض فيديو جميل جدا هيعرفك ازاي تعرف تعمل عمرة السلندر بتاعتك. ماشي يا حبايبي، مع بعضينا كده. احنا عندنا اولا في عندنا قبل ما ندخل على الموضوع ده حضرتك، احيانا لما باجي اعمل حمل كبير قوي من ضغط الزيت عندي في السلندر، السلندر بيتحرك، ولما بيجي يرجع بيرجع بذبذبة، فلازم علشان ما احسش بصوت ضجيج جامد عندي في المنظومة الهيدروليكية، لازم اعمل عملية خمد للاهتزازات دي. فلما بكون شغال بسلندرات في ضغوط عالية قوي، لازم اعمل عملية خمد للسلندر، ابطنه من الخلف كده ببعض المواد، بحيث ان هي تعمل عمليه وهو راجع ما يرجعش بقوه عاليه ما قوي، يعملش اهتزاز او فايبريشن بالظبط نحس بيه اثناء التفاعل او الشغل. بالظبط كده. جميل. ليه؟ لان ده هيأثر عندي في كذا حاجه، هيأثر في ده بخلاف الجلب الداخليه.
لا، الجلب دي بتمنع عملية التسريب للزيت، وبتحافظ او بتبقى بتحافظ على عدم الاحتكاك ما بين الاسطوانة، جسم الاسطوانة اللي الداخلي، وما بين الزلاط بتاع المكبس نفسه اللي جوه الاسطوانة، فهي بتحافظ على العمر الافتراضي بتاع الاسطوانة. ولكن الخمد ده لما بكون شغال في اسطوانة في ضغوط عالية قوي قوي، في الحالة دي لازم اعمل عملية خمد للبستم وهو راجع. فاحنا هنتكلم دلوقتي ازاي ان احنا بنعمل عملية خمد في نهاية شوط الاسطوانة. خمد الحركة في نهاية شوط الاسطوانة اللي بيلزم خمد حركة الكباس في نهاية شوط الاسطوانة بتاعتي عندما تزيد سرعة الكباس عن قيمة معينة. يعني لما تكون سرعة الكباس بتزيد عن قيمة معينة، لازم أعمل عملية فرملة وإبطاء للسرعة دي شوية، عن طريق إن أنا بعمل عملية الخمد لسرعة السلندر أثناء عملية الإيه؟ الرجوع. تمام يا شباب؟ نبدأ بقى مع بعض دلوقتي كده. دي مكونات الاسطوانة اللي أنا محتاجة أفحصها. ايه هي المكونات دي بقى؟ عندي ذراع الكباس، عندي الكباس، عندي مانع التسريب، حلقات موانع التسريب، عندي كمان حلقة الضبط بتاعت ال ضبط العمود مع الاسطوانة، عندي مانع تسريب الاسطوانة، عندي كمان هو يا شباب كل الموضوع مجموعة جلب كتيرة جدا، معاهم الاسطوانة والمكبس وذراع المكبس. يعني ده كده باختصار اللي بيتكون منه الاسطوانة. الاسطوانة بتتكون من ايه؟ من الاسطوانة نفسها، ومن المكبس، ومن ذراع المكبس، ومجموعة بقى جلب كتيرة جدا، علشان دي بتبقى عبارة عن موانع تسريب بتمنع لي تسريب الزيت في الاسطوانة. جميل، تمام. احنا كده كيفية الصيانة تناولنا فيها كل النقاط الخاصة بيها، ولا لسه ما زالت هناك نقاط خاصة بصيانة الاسطوانات احنا هنشوف فيديو، الهيدروليكية؟ جميل، هو هنشوف ده بقى اللي هيبسط لنا الموضوع، الأمور وييسر الأمور على طلابنا وان شاء الله هنرجع وطالباتنا. برضك نراجع تاني مع بعض الفيديو ده محتوى بين الدرس لنا ايه، إن شاء الله. وعاد على المحتوى اللي احنا اديناه في الحلقة بايه. إن شاء الله. هنشوف مع بعضينا كده فيديو، الفيديو ده هيبين لنا عملية الصيانة بتاعتنا. شباب احنا ليش احنا بس ايه هنحضر بس مع بعض كده الفيديو. احنا الفيديو ده الهدف منه ان هو هيبين لنا ازاي ان احنا نقدر ان احنا نعمل عملية صيانة بسهولة جدا للشغل بتاعنا، للاسطوانة، للمكبس. يعني الفيديو بتاعنا اهو، الفيديو بتاعنا ده عبارة عن سلندر قدامنا. السلندر ده دبل اكت. يعني ايه دبل اكت؟ يعني ليه فتحة لدخول الزيت وفتحة لخروج الزيت. ليه دبل رود، ليه رود اهو على اليمين وليه رود على الشمال، ده اللي بيديني قوتين متساويتين في اتجاهين متضادين. احنا هنبدأ نعمل له عمرة دلوقتي. البستم دوت ليه فتحة لدخول الزيت بتاعنا وفتحة لخروج الزيت بتاعنا، عشان كده احنا سميناه دبل اكت، سميناه دبل رود عشان ليه رود يمين وليه رود شمال. طبعا انا لما هضغط الزيت من هنا هيبدأ يقدم لي الرود ده، لما هضغط الزيت من الناحية التانية هيقدم لي الرود التاني. تمام. انا عايز اعرف دلوقتي ازاي اقدر افتح بقى البستم ده وابدأ اعمل له عملية صيانة. عندي هنا يا شباب حاجة اسمها سيهات. السيه دوت، السيهاية اللي هي موجودة ديت، دي جلبة يعني. السهاية اللي موجودة في الوش دي يا ولاد، دي اسمها سهاية تكسيح. الجزء اللي بيشاورلنا عليه ده اللي هو وش السلندر، الوش بتاع السلندر. الوش ده انا باجي افكه حسب حالته، هل هو
راكب مع جسم الاسطوانه هنا الوز، يبقى انا ليه مفاتيح معينه افك بيها. هل هو متعشى بمجموعه مسامير من ورا، مجموعه مسامير كده، افك مجموعه المسامير فبيفك لي الايه الوش ده من الاسطوانه بتاعتي. طيب انا عايز اعرف انواع السيهات اللي موجوده دي. السيه اللي موجود دوت يا ولاد ده عباره عن حاجه اسمها سي تكسيح. يعني ايه تكسيح؟ يعني بيكسح اي شوائب موجوده في الروض. يعني انا عندي هنا اهو سي اهو، بص الشاشه بتوريها لنا، الوش ده فيه جلبه اهي، جلبه بني اهي، الجلبه البني ديت دي عباره عن بنقول عليها سيهات. السيهايه ديت وظيفتها ايه؟ ليه احط جلبه هنا مطاطه؟ قال لي الجلبه المطاطه دي عشان تكسح اي شوائب موجوده فين؟ في الروض. تعال نحرك كده وش البستم ده، هنلاقي ان الجلبه دي بتاخد، بص شايف الكازورات اللي موجوده او الاتربه الدست، الحاجات اللي هي موجوده على الروت دوت، لو اتحركت الجلبه دي معايا دلوقتي هلاقيها بتمسح كل التراب وكل الشوائب اللي موجوده على الروت ده. ليه؟ لان الشوائب دي والاتربه دي لو دخلت جوه الاسطوانه هتاثر لي عمل البستم خالص، هتوقف لي عمل الاسطوانه ومش هتخلي الاسطوانه بتشتغل بنفس كفاءتها. فاحنا دلوقتي الفيديو هيعرض لنا ازاي ان السي دوت ده حاجة مهمة جدا. بص يا شباب اهو، حرك معايا السيهات الجلب اللي احنا حطينا، بص هنا نضف الرود ازاي. يبقى ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن سهاية او جلب التكسيح. تكسيح يعني بيقولها بلغة السوق ان هو بيكسح الشوائب من على الايه، من على الرود اهو. بص هو جاب لك الجلبة اهي وراها لك، قال لك ان الجلبة دي كان هدفها في وش البستم هنا ان هي تعمل عملية تنظيف للشوائب والاتربة باستمرار. دي اكيد هتتاكل واكيد هيحصل لها قطع، فلازم اعمل لها عملية صيانة من وقت للاخر. طيب جميل قوي، انا عايز بقى بعد كده ابدأ افك بقى البستم ده خطوة خطوة كده واشوف مكوناته من جوه. قال لي احنا عندنا من جوه وش البستم من جوه يا ولاد في سهاية تانية، في سهاية تانية، تمام؟ يبقى في الحالة ديت السهاية التانية ديت، السهاية التانية ديت وظيفتها ايه؟ تمنع تسريب الزيت من داخل الاسطوانة لخارج ذراع الايه؟ الاسطوانة. دي السهاية اللي ايه؟ اللي في وش البستم من جوه. طيب عندنا ايه كمان بقى يا ولاد؟ عندنا بص لما يلف لي ده اورنج، ده ايه؟ اورنج. ايه الاورنج دي فايدتها ايه؟ قال لي الاورنج ديت بتحافظ على ضغط الزيت اللي داخل جوه الاسطوانه وتمنع تسريبه لخارج الايه؟ لخارج الاسطوانه بتاعتنا. طيب احنا عايزين نعرف دلوقتي بقى لما اجي اصين اعمل ايه في الجلب والسيهات ديت؟ هنجيب زي مفك صغير جدا كده نبدا نسحب بيها السيهات ديت او الاورنج وهنفكها ونبدا نجيب ايه طقم السيهات والاورنج الجديد ونبدا نركبه تاني. نفس اللي حصل للوش دوت هيحصل للوش الناحيه الايه؟ الناحيه الثانيه، وافكه بنفس الطريقه واعمل له عمليه الصيانه بنفس الايه؟ الطريقه. هنا بقى في هنا يا اولاد بيقول لي ايه؟ انا ممكن الاورنج تمنع تسريب الزيت من خلف الايه؟ من خلف وش الايه؟ الاسطوانه. انا عندي هنا وشين يعني جنبين لوش الايه؟ السلندر. جانب لوش السلندر رايح ناحية الرود، والجانب الاخر جاي مع الاسطوانة. ده جاي، ده راكب مع الرود، ده كده راكب مع الرود، والتاني راكب مع الايه؟ مع الاسطوانة. انا بحط اورنج في الناحية التانية عشان تمنع ضرب الزيت على من ناحية الايه؟ من ناحية الاسطوانة من ورا، تمام يا شباب؟ فهنا كل الموضوع ان هو بيقول لك ايه؟ ان انت تقدر تعمل عمليه تغيير للاورنج ده وتغيير للسيهات اللي هي ورا ديت، وفي الحاله ديت لما تجيب اورنج او سيهات جديده ده هيقفش لك مكان الزيت ويمنع تسريب الايه؟ الزيت عندك. طب احنا عايزين نفك بقى دلوقتي هنفك بقى دلوقتي الاسطوانه من على الرود بتاعنا. يبقى في الحاله ديت هنبدا نفك نسحب الرود من الاسطوانه بتاعتنا. احنا كان هدفنا من الفيديو دوت ان احنا نعرف ولادنا ازاي يعملوا عملية صيانة للسلندرات اللي تم شرحها النهاردة، بحيث ان احنا نمزج الدراسة النظرية بالدراسة العملية.
أستاذتنا الكريمة الأستاذة سماح علي محمود، المعلم الخبير في مجال ميكانيكا في شعبة الميكانيكا للدبلوم الفني الصناعي. كان درس شيق النهاردة جدا، اتعرضنا فيه لمادة التحكم، تكنولوجيا التحكم الهيدروليكي، وخدنا فيها أنواع الاسطوانات الهيدروليكية، أنواعها المختلفة سواء مفردة أو مزدوجة، وعرفنا إزاي طريقة تركيبها وطريقة صيانتها بفيديو رائع عرضناه في آخر الحلقة. أنا بشكر لحضرتك هذا العرض الشيق والرائع لهذا الدرس. شكرا لحضرتك جدا، وشكرا لأبنائي الأعزاء، وإن شاء الله بإذن الله نكون عند حسن الظن بيهم، ونتمنى ان هم يكونوا ابنائنا بيشرفونا في سوق العمل في كل مكان باذن الله. إن شاء ده هدفنا باذن الله ليه. اشكرك شكرا لحضرتك جدا. طلابنا وطالباتنا بشكركم على حسن المتابعه، على وعد بلقاءات قادمه باذن الله. شكرا لكم والى اللقاء.